هذه المدينة الجميلة سيرسمها وسترسمها هنا شبكة 964. ما زال يأتي سيد الرسامين، ما زال ينحت سيد النحاتين، ما زال يتفنن سيد الفنانين. هنا شبكة 964، لمن لا يعرفها، من الشمال إلى الجنوب. من الوسط، هذه كرم، هذه نقلة، وهذه كرم، وهذه كرم في رقب الكل، والتوسيعة والتسديدة بعيدة. والله صراحة هي هواية وحب لهذا الشيء، لذلك انا انه اتجهت لمهنه التعليق، بالمناسبه انه انا لاعب كره قدم وما زلت بعدني العب كره قدم. فكره والله هي صراحه انه احنا كنا متجمعين انا واصدقائي، فالموهبه سبحان الله وتعالى انه اعطاني اياها بالحنجره، فبين يعني من شخص لشخص نتنقل التعليق ونتنقل اللي كنا نسمعه من المعلقين العرب، فلذلك بدات الانطلاقه تقريبا عام 2008. بعدين انه تركت بديت 2013 باشرت بش كم مباراه، وانطلاقتي الاساسيه اللي بدت بالتعليق اللي هي سنه 2017. بالمناسبه انه اجيت اكثر من ست معلقين، بس اللي اعلق بهم خلال المباراه انه اعلق بصوتي، يعني الصوت الاول صوت رؤوف بن خليف، الصوت الثاني صوت فهد العتيبي، فاقدر انه اتحكم بين صوت وصوت، ان انا اقدر انعم، هنا اقدر اعطي تربو، اقدر يعني انه اضخم الصوت، فبين صوت وصوت اقدر اتحكم بالجهاز. والله هي الصعوبات يعني عدم الالتزام بالوقت، عدم الالتزام بالموعد مع بعض المنظمين، نعاني من السعر مرات، يعني معلق عن معلق دائما يختلف المعلق عن المعلق، خامه صوت، جماليه لعبه، جماليه مباراه، فلذلك تختلف معلق عن معلق يختلف. اكبر صعوبه ان نعانيها اللي هي المبلغ، انه يقول فلان معلق يجيب هلقى السعر، انت لازم تجي نفسه. اكو هناك يعني اكو فروقات، اكو مقامات بين معلق ومعلق، اكو واحد صوت عن صوت يختلف، فهاي اكبر صعوبه اللي هو الوقت. مرات التبليغ بالسبعه، اللعبه تبدا بالعشره، فيعني ناخذ تقريبا اربع خمس ساعات احنا بالملعب. لا يغرنك كلام المعلق، لا تخلي بالك مع كلام المعلق، ابقى بتركيزك في المباراه الامس وحتى على اليمنى. يا